لو عايز ترتبط بشخص معين وحاسس بصعوبة في ان انت توصل للشخص ده، وجربت معاه اكتر من طريقة عشان توصل لقلبه وبرضه مفيش فايدة، فالفيديو ده هيفيدك. في بداية الفيديو هقولك على 3 خطوات في علم النفس العكسي اذا طبقتهم صح للنهاية اوعدك ان الشخص ده مش بس هيكون حابب يقرب منك ويدخل حياتك، لا ده كمان مش هيقدر يتخيل حياته من غيرك. وفي اخر الفيديو هقولك على اهم اسرار علم النفس اللي هتخليك بتمتلك الجاذبية والشخصية القوية اللي هتساعدك تقرب من اي حد. اول خطوة لازم تعملها هي حيلة سايكولوجيكال ميرور، المراية النفسية. ودي طريقة في علم النفس بتعتمد على ان اغلب الناس اللي حوالينا عندهم مشكلة في الثقة بالنفس. قليل جدا لما تلاقي حد واثق من نفسه بدرجة كبيرة. حتى معظم الناس اللي بيبينوا انهم واثقين من نفسهم تأكد ان جواهم جزء مهزوز، بس هم بيحاولوا يداروا على ده. حتى رؤساء الدول مهما كنت شايف قد ايه هم واثقين من نفسهم ومتمسكين، تأكد ان في جزء جواهم مهزوز. هتلاقي ان اغلب الناس عندهم مشكلة في قراراتهم، في الطريقة اللي بيعيشوا بيها، عندهم مشكلة في افكارهم ومش متأكدين اذا كانوا هم صح ولا غلط. اللي مطلوب منك هنا هو انك لما تكون عايز الشخص اللي قدامك يقرب منك ويرتاح لك ويحس بالامان ناحيتك، استخدم معاه طريقة سايكولوجيكال ميرور، وهي انك تخلي الشخص اللي قدامك يشوف نفسه فيك ويحس ان انت مراية ليه. يعني مثلا لما يجي حد ويقولك انا حصل لي مشكلة، انا وثقت كتير جدا في الناس اللي حواليا وارتبطت اكتر من مرة لكن للأسف فشلت وفي النهاية اخترت ان اكون لوحدي، المفروض يكون ردك عليه تصدق انا كمان مريت بنفس المشكلة زيك، بقيت احس ان الوحدة احسن بكتير. بس عايز اقولك ان دي مش حاجة وحشة زي ما انت فاكر، انا اخترت ان انا اكون كده بمزاجي، وعلى فكرة دي حاجة مريحة جدا. يعني خلي الشخص ده يشوف نفسه فيك ويتأكد ان اللي شايفه ده حاجة كويسة، وده هيخليه ما يحسش بالامان والرضا عن نفسه الا هو معاك انت، لان انت الوحيد اللي شبهه، انت مرايته. ناس بطبعهم لما بيشوفوا حد شبههم بيحسوا ناحيته بالراحة والامان، وتقدر تقيس ده بقى على كل حاجة. اي شخص تبقى عايز تخليه يرتاح لك، خليه يحس ان انت شبهه، خليه يحس انك بتعاني من نفس المشاكل اللي هو بيعاني منها. هتقولي طب افرض هو ما بيحكيش عن مشاكله، عشان كده لازم تعمل الخطوة التانية، ودي حيلة نفسية هتخلي اي شخص يكلمك اكتر عن نفسه ويحس بالامان ناحيتك. والحيلة دي اسمها speak first، ودي حيلة في علم النفس معناها انك تكلم اللي قدامك عن نفسك قبل ما تسأله عن نفسه. يعني تخيل معايا كده ان انت لسه بتتعرف على شخص وفضلت تسأله هو انت ارتبطت قبل كده؟ طب هو انت حاليا في حد في حياتك؟ طب هو انتوا سبتوا بعض ليه؟ هو انتوا ممكن ترجعوا لبعض تاني؟ الاسئلة دي يا اما هتحسس اللي قدامك بالاحراج او الخجل، يا اما هتحسسه انك بتقتحم خصوصيته. تعال تخيل معايا بقى لو انت لسه بتتعرف على شخص وقلت له انت عارف انا ارتبطت مرتين قبل كده، الاولى ما كنتش عارف اتعامل صح لان كنت لسه صغير، والمرة التانية ارتبطت بحد والحد ده ظلمني جدا ومن وقتها قررت ان ما احبش مرة تانية. وانت وهنا هتلاقيه بيجاوبك ويحكي لك عن نفسه بشكل عادي وطبيعي جدا. ليه؟ لانك حسسته هنا بالامان، لانك اديت له المعلومة قبل ما تطلبها منه. وده بالظبط اللي لازم تعمله مع اي شخص انت عايز تاخد معلومة عنه، ادي له المعلومة اللي انت عايز ان هو يديها لك، هيحس بالامان وهيقول لك على كل حاجة انت عايزها. زائد كمان ان انت لما تبين له انك مريت بعلاقة قبل كده اتظلمت فيها لدرجة انك قررت انك مش هترتبط مرة تانية ابدا، فده هيخليه يحس ناحيتك بحاجتين. اول حاجة انه هيتعاطف معاك. طب ليه؟ لانه اكيد مر في حياته بتجربة صعبة وعارف قد ايه ده شعور مؤلم. والحاجة التانية انه هيحاول يساعدك ويقف جنبك ويبين لك ان الدنيا لسه بخير وان الدنيا لسه فيها ناس كويسين زيه طبعا، وده هيخليه بشكل لاواعي يكون حابب ان هو يقرب منك. الخطوة التالتة وهي انك ما تطلبش منه حاجة ابدا. لازم تعرف ان اغلب العلاقات بين الناس بيحكمها حاجة واحدة وبس، وهي المصلحة. خلينا نتكلم بصراحة ونكون واقعيين، اي شخص بيتعرف عليك غالبا بيبقى عايز منك حاجة، وعشان كده اي شخص انت بتتعرف عليه هو كمان بيفترض ان انت كمان عايز منه حاجة او عايز تطلب منه حاجة، بيفترض انك عايز تحقق من خلال علاقتك بيه شيء معين، يمكن حاجة كويسة، حاجة وحشة، حاجة مادية او معنوية، ايا كان. لكن بيبدأوا الناس يحسوا بالاستغراب لما يلاقوك ما بتطلبش منهم اي حاجة زي ما هم متوقعين. تخيل معايا كده ان انت تروح لشخص معين وتساعده وتوفر له كل حاجة هو محتاجها وتدعمه وتكون معاه، وتيجي بعد كده تسيبه وتمشي من غير ما تطلب منه اي حاجة. وهنا هتلاقي الشخص ده دخل في حوار كبير جدا مع نفسه، هتلاقيه بيقول لنفسه مش معقول هو ليه بيعمل معايا كل ده،
ليه هو مهتم بيا للدرجه دي وفي النهايه مشى واختفى من غير ما يطلب مني اي مقابل لكل ده؟ ليه عمل كده؟ ايه اللي هو عايزه بالظبط؟ لما تهتم بشخص معين او لما تكون مقرب من شخص معين وبعدها تساعده وتديله الاهتمام وتكون علاقتك بيه كويسة جدا وفي نفس الوقت ما تطلبش منه اي حاجة، فتأكد ان الشخص ده هيدخل في تفكير كبير جدا ويسأل نفسه انت ليه بتعمل كده؟ ايه اللي انت عايزه بالظبط؟ هتلاقيه بيبدأ انه يتوقع نواياك، هو انت فعلا نيتك خير ولا انت بتخطط لحاجة؟ لكن انت هنا خلاص مشيت، ما بقتش بتكلمه، ما بقتش بتهتم، ما بقتش بتجبره على اي حاجة، ما بقتش بتظهر في حياته، وده هيخلي الشخص اللي معاك يفكر كتير جدا، لانه هيسأل نفسه سؤال واحد، لو كنت عايز تختفي او تمشي ليه فضلت معايا كل الفترة دي بتدعمني وبتكلمني وبتهتم بيا، وليه ما طلبتش مني اي حاجة قبل كده؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ والسؤال ده هو اللي هيخلي الشخص اللي قدامك يحس بشغف كبير جدا ناحيتك، وهتلاقيه بيسأل ايه اللي حصل؟ انت رحت فين؟ انت حصل لك حاجة؟ وكل الأسئلة اللي من النوعية دي. ومن أهم أسرار علم النفس اللي هتخليك بتمتلك الشخصية القوية والجذابة واللي هتساعدك جدا تقرب من أي حد هي حالة psychological slowness، والحالة دي بتعتمد على بطئك في التعامل مع الشخص اللي انت عايزه يقرب منك، بمعنى ان انت لما تتعرف على شخص وتحس انك معجب بالشخص ده وهو كمان معجب بيك والامور بينكم ماشية تمام جدا، فاللي هيحصل هنا ان الشخص ده بيتوقع منك انك تعمل الخطوة اللي بعد كده في العلاقة. يعني لو انتوا تعرفتوا على بعض النهاردة فطبيعي جدا انه بعد كام يوم يتوقع منك انك تطلب رقمه او تطلب انك تقابله او تطلب انكم تتكلموا اكتر، هيبقى متوقع منك انه بعد كام يوم انك تقوله انك معجب بيه وتعبر له عن مشاعرك، فده اللي هيبقى متوقعه منك. لكن لما ما تعملش كل ده فاللي بيحصل ان الشخص اللي قدامك بيدخل في دوامة كبيرة جدا من التفكير، هيبدأ يسأل نفسه ويفكر ليه ما تكلمش معايا؟ ليه ما طلبش رقمي ولا طالب اننا نتقابل؟ ليه لحد دلوقتي ما عبرش عن كل مشاعره بالرغم ان كل حاجة بتحصل بتقول انه معجب بيا؟ فاللي هيحصل هنا ان بطئك في التحرك ناحيته هيحسسه بالاستفزاز، واستفزازه ده هيخليه طول الوقت يفكر، ودي حاجة في صالحك. ليه؟ لانه طالما بيفكر فيك كتير جدا وبيسأل نفسه كتير جدا ليه انت متحركتش ناحيته واخدت الخطوة اللي المفروض تعملها مع لحد دلوقتي، فده هيخليه يكون مستنيك بفارغ الصبر. واللي هيحصل هنا انك هتلاقي ان كل ما بعت له رسالة هتلاقيه بيرد على طول، كل ما كلمته هتلاقيه مركز معاك جدا، هتلاقيه كمان موافق على اي حاجة انت بتعملها عشان ياخد منك الخطوة اللي هو مستنيها منك. والحقيقة ان في ناس كتير جدا بتعاني من المشكلة دي، يعني هتلاقي ان في حياتك شخص انت تعرفه ومتأكد انه معجب بيك لكن ما بيقولكش، ما بيصرحش باي حاجة، ما بيطلبش رقمك، ما بيكلمكش كتير بالرغم ان انت متأكد ان هو معجب بيك، وده بيخليك تفكر فيه طول الوقت. وهي دي الحيلة او هي دي الحالة اللي هتحط فيها اي شخص لما تتعامل معاه ببطء، هتخليه يعيش لهفة الانتظار. وفي نهاية الفيديو عايز افهمك حاجة مهمة جدا، بلاش تستخدم الحيل دي الا للضرورة، ما تستخدمهاش مع حد الا لما تكون جربت معاه كل الطرق وما نفعتش، لان الحيل دي في منها حاجات مستفزة جدا واحنا مش عايزين نضايق حد. بتمنى لكم التوفيق، سلام.